أفضل من مبابي، رقم خارق يقول يوسف بلايلي لكتابة التاريخ. دخل الجزائر يوسف بلايلي التاريخ كخامس أفضل لاعب في العالم على مستوى التمريرات الحاسمة مع منتخب بلادي خلال القرن 21، وحقق اللاعب الأسبق للترجي التونسي معدل 35% تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة، ليتقدم على عدد كبير من النجوم العالمية أبرزهم الفرنسي كيليان مبابي الذي حل ثامنا في هذا الترتيب 31% أسيست كل مباراة. يذكر أن يوسف بلايلي شارك في 40 مباراة مع منتخب الجزائر بمختلف المسابقات، صنع خلالها 14 هدفا حسب موقع بوب فوت المتخصصة في الأرقام والإحصائيات. ومنذ عودته لمنتخب الجزائر عام 2018 قدم اللاعب صاحب 30 عاما مستويات قوية، حيث لعب دورا كبيرا في فوزه بلقب كأس أمم أفريقيا مصر 2019. وارتفعت أسهم بلاديلي من جديد خلال الفترة الأخيرة بعد المستويات القوية التي قدمها مع فريق بريست ضمن منافسات الدوري الفرنسي. ويتواجد بلاديلي حاليا كلاعب حر، وهو ما يجعل منه صيدا ثمينا لعدد من الأندية الفرنسية التي تسعى للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي المقبل. يذكر أن البلجيكي كيفن دي برون نجم مانشستر سيتي الإنجليزي تصدر ترتيب أكثر اللاعبين الحاسمين مع منتخبات بلادهم بمعدل 45% أسيست كل مباراة.